اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. اليوم بنشوف فين زور مكانه. زور موجود بالتور في منطقة الهانجر. انت بترسبن هنا وبتنزل الين ما توصل الهانجر. هنا في هتلاقي اماندا هوليدي وهنا سينت 14، هو موجود هنا في الدرج. حتى لو لاحظت هناك سينت 14 شايفينه، زور موجود هنا. طيب الاكزوتيك انجرام اللي عند زور بيعطيك للسنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة. في أي شيء ناقصه خده. لو عندك الأسلحة كلها راح يعطيك دروع فقط، راندوم رول. بالنسبة للأسلحة في السكاي بيرنر، هذا سلاح الكبال ده، يعني دائما هتشوف الكبال يستخدموه لما يطلق سولر، تعرف إنه هذا السلاح معهم. طبعا سلاح عادي جدا، يعني ما هو سلاح قوي ولا شيء، عادي. البيرك اللي فيه له انه هو يكون قوي ضد الكبال، وتاني شيء قوي ضد الدروع حقه، هو بيقول كده يعني، بس فيه طبعا اسلحة اقوى من ضد الكبال. الدروع حقه الكبال برضو بيفكها بشكل كويس، هو بس الميزة حقه انه يفك الدروع بشكل كويس. تاني شيء عندنا البيرك الاساسي حقه، انه لو ضربت من الهيب فاير، يعني كيف تضرب هيب فاير، يعني من غير ما تأيم، تضرب من غير ما تزوم او تأيم او اي شيء زي كده، بيطلع الطلقات متفجرة وتلحق الانمي. لو شبك الايم اسيست على الانمي يبدأ يلحقه، وهنا تكون سريعة. ولو ايمت بالسلاح الطلقة بتروح بسرعة، بس انها تكون سرعة الاطلاق عندنا بطيئة، بس انه الدمج حيكون حقه عالي. بس في كل الأحوال السلاح جدا عادي. الكاتاليست حقه يطيح في اللي فايت الريد، أول ريد حق كاليس تلعب برستيج ويطيح لك عادي من أي انكاونتر، طبعا على البرستيج. طيب نيجي للهانتر، الصدر حقه، الصدر الارك بوت جرانيت. انا بوري لكم هي ان شاء الله بعد ما نشرح الصدر. هو جيد لو انك دمجت، راح الدمج حق الكهرب هذا يكون قوي، اقوى من العاده، من الكهرب كده ترمي القنبله بيتكهرب، الكهرب دي تكون اقوى من العاديه. وتاني شيء لو كهربت راح تشحن لك جزء من الجرانيت، ولو كان يعني كهربت مجموعه اكبر ممكن يشحن لك الجرانيت بالكامل. طبعا يعني تنفع لو كان في موديفاير جرانيد او شيء زي كده، ينفع الجرانيد هذا. طيب كيف ايت هو الجرانيد في سوبر الارك؟ هذا هو لنا ارك بولت جرانيد، ماشي. ان شاء الله بجرب لكم هو. يعني اليوم ان شاء الله حنجرب الدرع هذا باذن الله. طيب عندنا في التايتن، التايتن هذا الرجل لو انت مثلا تستخدم سلاحين، تستخدم سب ماشين لو قلنا، وتستخدم شاتجن، كنت قاعد تلعب بالشاتجن ورجعت للسب ماشين حتلاقيه معشق جاهز بالكامل. ثاني شيء يكون يعني سرعة رفع السب ماشين سريع جدا، ويقوي لك سرعة التعامل مع السلاح والتحرك وانت بتتحرك بالسلاح. فهو اللي سب ماشين، يعني الناس اللي تحب تلعب سب ماشين في الكريسبل يكون يعني اختيار جيد في الكريسبل، اما في العالم المفتوح لا. حلو، عندك سب ماشين مثلا في له 10 رصاصات، غيرت رحت للشاتجن. انا افتكر هو هذا يعني الشرح، او يعني جربته زمان ايام السنة الاولى، انه هذا الدرع قديم جدا. لعب بالشاتجن رجعت للسب ماشين حتلاقيه معشق، ويكون زي ما قلنا ايش جاهز معاك، والهاندلنج او التعامل مع السلاح يكون ممتاز، والحركه حقتك تكون جيده جدا وسريعه بالسب ماشين. نجي للوارلك. الوارلك ترى الوارلك الصدر اللي يحب يلعب بالصدر ده، ترى الرول مره كويس، يعني بيعطيك انتلكت 18 وبيعطيك ريكفري 16، فكويس مره. حتى يعني شوف بيعطيك اللي بيشحن لك الجرانيت ديسبلين.
مرة ممتاز. فالناس اللي تحب تلعب بالدرع هذا بتاخده، أنا إن شاء الله حاخد واحد كمان، سأجيب الور لك إن شاء الله وأسحب لي واحد. مرة ممتاز الرول حقه، مرة حلو. أو بالنسبة للرول، الدرع هو عادي، لما تفك الرفت حقك بيسوي زي الكهرباء لما تفك الرفت. والشيء الثاني كمان، لو كنت محاصر بالأعداء سراوندد يعني في ثلاثة حوالينك وأكثر، بيشحن الرفت معاك بشكل أسرع. ممكن ينفع في البي في اي، انا اشوف ممكن ينفع في البي في اي، ولكن احنا لعبناه في الايام اوسايرس وبعد كذا خلاص يعني ما صرت العب فيه. ولكن انا باخذ الرول هذا وبجرب اني ايش اعطيله فرصه ثانيه نشوف كيف. ناخذ هنا ونسحبه بعدين على الورق. هنا لو حاب انك تلعب نايت فول قديم، تحط الموديفاير اللي انت تبغاه، ترفع السكور اللي انت تبغاه، وتغير في الهانديكاب زي ما تبى. تبى تصفر تصفر من هنا، تخليه صفر، وتجيب سكور اللي انت تبغاه عشان ترايمف طبعا. وهنا الانفيتيشن حقت الناين، لو ما غلقت تاخده وغلقه بيعطيك باور جير تير تو. طيب نروح نجرب السلاح ونجرب الصدر حق الهانتر عفوا. طيب احنا حنجرب ايش نسوي، نلعب بالسلاح بطريقتين، طريقة من غير ما نزوم ونحن بنزوم. لاحظين لو بتزوم او بتأيم طل كيف بطيء صح؟ الهيب فاير من غير ما نزوم طلقة اسرع، ولكن الطلقات بتلحق. نشوف خلينا نطلق من نصنا، لاحظين بتلحق الطلقات، شايفين؟ ثاني شيء الطلقات متفجرة. سيبالك تأيم يعني الهيب فاير حقك يكون قريب من الانمي، يعني مو تطلق هنا تقول تلحق، لا يعني خليه هنا مثلا، شوف تلحق، خليك هنا تلحق. ولو بتأيم حتكون الطلقة قوية، بس انه الريت فاير حقه يكون مرة بطيء. اعتقد يصير 150 تقريبا، هذه سرعة 150. اللي يلعب بالسكات 150 ممكن يفيدني اكثر، انا ما العب 150، اعتقد نفس السرعه 150، هو سرعته 200 على مو السلاح. خليني اتاكد 200 صحيح، سرعته 200 بس لما بتايم بيطلق على سرعه 150 على ما اعتقد، يعني كده الاحساس اللي عندي وانا بطلق انه هذه سرعه 150. سواء اغلب الناس يلعبوه بهيب فاير لانه الطلقه تكون متفجره. خلينا نجربه مع شري، انتم زي ما شايفين في اسلحه اكزوتيك ممكن تدمج الشريكر اسرع من كذا. ما في دول هنا ماتوا ولا ايش، ولا اختفوا الاعداء؟ طيب خلينا نرمي الارك بولت جرانيت، بس ابى كده مجموعه جنب بعض كبيره، اعتقد اللي هنا خليهم يجوا دولا. لاحظين شحلي الجرانيت بالكامل، طبعا قوي يكون الجرانيت. خلينا نشوف الثلاثه دول، هو تقريبا او لا ما ليش ما شحنهم. لا عارف ايش ساير في الجرانيت. شوف اول شحن الان ما شحن، هل في ممكن وقت معين يعني عدل شويه في الدرع؟ وما اقول هنا ما كهربتهم بالكامل، ما في وقت معين للدرع صح؟ ما في. هنجرب الان ثاني مره، خلينا نشيل هذول هنا. انت لازم تكهربهم، اعتقد لازم يتكهرب يعني ما يموت سريع كذا. خلينا نكهرب دول، شوف لازم يتكهرب، لو تكهرب انا اول رميتها في وسطهم فماتوا بالجرانيت ما ماتوا بالكهرباء. خلينا نكهرب هنا شويه واحد كذا، والله هذا بعيد راح ولا جهاز الكهرباء، يلا عواف. خلينا نذبح الساحر هنا، نجرب سلاحنا هذا البطيء. الساحر هنا سولر يعني حيدمجها كويس.
فين دول يعني؟ خلينا نكهربهم. ماني عارف افهم الدرع كويس، اعتقد لازم يتكهربوا كويس، بس هو شي حل شي بسيط يعني، مو هذاك الشي الكثير. لما رميت الجرنيت، بس طبعا انا افضل للناس اللي تبغى تلعب كارك شي الجرنيت كارك، افضل اليد هذه افضل، اللي هي انا دائما حتى العب بيها السكيب جرنيد، لما بيعطيك اثنين ولما بترميه بتدمج بيشحلك، كمان مو شرط انها تذبح، بس مجرد انها تدمج بتشحلك. تستخدم السكيب جرنيد هذا اللي هنا، هذا سكيب جرنيد، لان انا شايف صراحة الدرع منها، ويمكن ماني عارف استخدمه صح، بس يعني هذه الطريقة اللي كلنا نحن نرمي جرنيد بها صح؟ يعني ما رميت شيء جديد. حل ما نعرف، شوف الحين شوف شو حلنا هي بالكامل، هنرمينا بعيد عنه شوية، شو حليه بالكامل. أنا يعني مو لازم ألصقه عندهم، مثلا لو لصقته كذا شو حليه بالكامل. شكله معاندنا الدرع هذا، بس أنا بالنسبة لي أنا أستخدم اليد أفضل، اللي تعطيني اثنين جرانيت وبتشحن معي بسرعة. شوف الآن ما دمجنا أحد، ما دبحنا فما شحن. فين هذا باقي ده؟ انشا الساحرة حقتهم فين تطلع هنا؟ نرمي الجرانيت، ما شحننا مع انه كهرب الساحرة كانت بعيدة صح؟ انا عارف، غريب الدرع ده، يعني جربنا كل الطرق بس اشتغل بعض احيانا بعض احيانا لا. اوكي عشان كذا انا ما اشوف ناس كثير يلعبوا فيه. تمام، فجرنا هذه كريستاله، والان شحن مات. خلينا نرمي على جنبه، ما شحن. الله، ممكن يكون انه بس اول رمينا برضه واحد عند رجوله وشحن. شايفين كيف لما تطلق وانت مأيم بطيء والدمج يقول لك قوي، ولكن تحس انك انت ما بتسوي شيء، الساحرة بتذبحنا يا راجل. شوف السلاح انت خذه ككوليكشن، لو ما عندك السلاح خذه ككوليكشن فقط، اما انه يعني سلاح قوي وتلعب فيه لا طبعا. او خلينا اول شيء نفجر دي، بجرب لو دمجته بالجرانيت فقط بيشحن لي. ارميه جنبه هنا، ما شحن لي، شايفين زي ما هو. السكيب جرانيت كانت شحنت لك شويه لو رميت اليد. خلينا نجرب نرمي هنا الحين، بيجي مجموعة كبيرة. خلينا نرمي عند دول حتى في وجههم. شوف شحن، ما نعرف، انت اللي فاهم اكثر مني في الدرع يقول. شوف حتى ما ذبحهم الان. ما ذبحهم، رميتها في وجههم الجرانيت، ما ذبحهم. شكله هو يحتاج له ديلي او شيء زي كذا وفي مشكله. طيب، تمنيت لكم بيوم سعيد ونشوفكم مقطع جديد باذن الله. مع السلامه.